اول شيء وشو الطبق؟ من غير ما اذكر ايش هي، يبتكروا نفس الموال ثاني يبتكر وجبه من الموجود. بسم الله. طيب قدامهم مش حط لي مكونات؟ طيب قرب لي بحري. بحري طبق بحري عشان نقدمه لضيفنا العزيز. الله يعزك عزوز. الله يعزك. يحب البحر دائما يسبح يخوض البحر. اي شيء من يديك خليه يغوص اليوم. اي شيء من يديك حلو. الله يعزك نورت عزيه ازهلها. وقدامهم ايوه ربع ساعه. على فكره ترى عزوز ثامر من عشاق الروبيان عارف، فاذا كان يعني في امكانيه ترى تست عالي عندي بال ما اخترت ربع ساعه لاجل ضيفنا لا ينتظر كثير. طيب عشان بسم الله على بركه الله ينبسط. يلا لجنتنا الموقره اختاروا لنا ثلاثه. تفضل محمود سلطه دائم محمود امره شوره بينه. يا سلام تفضل اطلع انا يعني والله تطلع شيخه شخصيا حامد تعال انت والذيب الظاهر انت ما تحتاج هم يقومون من انفسهم اي خلاص اصلا متعودين مبرمجين نفسنا نظام بحري لحظات وتبدا اول منافسه في تحدي الوقت 15 دقيقه فقط لاعداد طبق وهالمرحله مختلفه تماما عن المراحل اللي قبلها وفي اخر الحلقه حيتاهل متسابق واحد فقط وللاسف اثنين اللي حيغادرونه. ايه كنت شكيت سرك كنز البحر. كنز كنز البحر كنت شكيت سرك البحر. ايه انا كل يوم البحر قال يا ابوي توكل على الله. شاتني. طيب اوه الله 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 وين حامية الوطيس وين ابو الكرم انا قدامنا دقيقه عبد المجيد حسن حي الله شغل بحري شرقاوي اهل الشرقيه طريقه اهل الشرقيه ما شاء الله. يا جماعه في ثلاثه الثلاثه ذولا اللي اختاروهم تم اختيارهم عندنا حبيبنا خليل عثمان خليل شعلان وراك خليل شعلان عثمان بن عفان رضي الله عنه عندنا اخونا خليل شعلان وعندنا عبد الرحمن الجابري وعندنا عبد المجيد حسن وعلى فكره في المرحله حساسه في شيء الثلاث ذولا يربطهم شيء واحد خليل شعلان بعيون الجواء وابوه الكريم يشتغل في استزراع السمك في القصيم طبعا لما اختارني شيف امثل الفريق بهاي المرحله طبعا كان شعور كتير حلو انا كنت مستعجل اوصل على النهائي بصراحه شو ما كانت الطبخه شو ما كانت الطريقه بدي اوصل بس وقت اللي طلعت ولقيت عبد المجيد ولقيت عبد الرحمن كتير زعلت هون وعبد الرحمن الجابري البحر الاحمر يعرفه شخصيا من كثر ما اخذ من اللآلئ والدرر اللي فيه النقطلع الخفيف والنقطلع حبيبي وعبد المجيد حسن شرقاوي يجرح ويداوي من الشرقيه وعنده خبره البحر بجنبه وعن يمين وعن شمال طبعا شعوري لما اختارني الشيف امثل الفريق كان شعور مثل كل مره لاني عارف اني ان شاء الله بسوي نتائج كويسه ومثل اي طبق ثاني عشان كذا اهني لجنه التقييم على 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 الذوق وكيف تعرف تختار وتحط النقاط على الحروف دقيقة واحدة شوف وش اللي عندك بسم الله أعضاء اللجنة اختاروا ثلاثة من أقوى المتسابقين في هالنسخة عشان يتواجهون في التحدي اللي أقل كلمة ممكن نقولها عنه أنه نهائي مبكر صراحة هي كانت مفاجأة على أساس أني كنت حطلع بعدين طيب بس فجأة كذا قالوا شربة بحريات ف على اساس انه كان حيطلع صاحبي اللي هو عمر اللي معي في نفس الفريق فكان وقتها دوره فطالع في خالد كذا طالع في عمر عبد الرحمن اطلع هذا البرنامج برعايه